يا مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. مثل ما تعرفون تحتاج الأيام القليلة قبل الامتحان إلى تنظيم وتركيز خاص. في هذا الوقت يحرص الطالب على تنظيم المذاكرة، في حين يجد طالب آخر نفس الصعوبة في تنظيم وقته. وأحيانا تعاني الأم اللي ترافق ابنها طيلة الفترة الدراسية في المذاكرة من ضبط جدول ابنها وتشتت فيما مع فترة الامتحانات. من تفادى هذا كله أكيد مشاهدينا معاكم، ونتعلم كيف ننظم الوقت مع ضيفتنا اللي بتكون موجودة معانا، وهي اللي إن شاء الله اليوم بتكلم عن هذا الموضوع وتستفيدون منه خلال برنامج السيدة دعاء صفوت مستشارة أسرية. مرحبا بك معانا. طبعا هي ما تعتبر ضيفة، هي صاحبة هذا البرنامج، موجودة معانا بشكل يومي، موجودة معانا في كل الدورات البرامجية الموجودة معانا. الله يسعدك. أنا ما أعتبرك ضيفة، أنت صاحبة البيت. صاحبة البيت، وقول لها نتكلم بكل اللي بيشغل بالنا تكلمي هالبرنامج برنامج. خلص الميكروفون بتاعي. الميكروفون عندك. بنتكلم وياك. أول شيء نحن تشرفنا وجودك معنا اليوم. نبغى نتكلم فترة صعوبة فترة قبل الامتحانات. الطالب وقت الامتحانات يحس بصعوبة في بعضهم، مش كل الطلاب يقدرون يركزون. صحيح. مش كل الطلاب يقدرون مثلا ينظمون جدولهم ويومهم. صحيح. فخبرينا كيف يقدر الطالب انه يركز. بصي، انا قبل ما نيجي لفترة الامتحانات، انا عارفة ان الوقت متأخر على الكلام عليها، ولكن دايما بنقول مش لازم نخلي كل حاجة لآخر لحظة. اذا بدأنا السنة الدراسية منظمين بشكل مرتب واضح، الطالب عارف هو بيحب مواد ايه وبيكره مواد ايه او ما بيفضلش مواد ايه، يرتب جدوله على اساسها، تيجي فترة الامتحانات بمنتهى السهولة. طب افرض احنا خلاص الامتحانات الاسبوع الجاي وما عملناش حاجة من ده كله. اول حاجة نبعد تماما عن التوتر. اذا انا فضلت كطالب، انا دلوقتي بتكلم كطالب، اذا انا فضلت اقول لنفسي انا وراي حاجات كتيره ومش هلحق اخلص وخلاص كده الدنيا بتفلت مني، الدنيا فعلا هتفلت. لكن نعرف انه مش لازم اذاكر وقت طويل، ولكن لازم اذاكر بذكاء. وهنا يجي دور الجداول وترتيبها للطلاب. في ناس هتعتبر انه الجداول تضيع وقت، يعني انا لسه هقعد اعمل جدول وانظم فيه الوقت وكده، لا انا هفتح اجيب كل الكتب احطها على الطاوله واخد كتاب كتاب وابتدي اقعد عليه 4 و5 ساعات و6 ساعات. صح. تفتكري ده صح ولا غلط؟ شوفي اتكلم عن تجربتي انا. ايوه انا كنت قبل الامتحان، اذا عندي مثلا امتحانات خاصه، عارف امتحانات اسبوع لي، انا مش من النوع اللي اذاكر اول باول. ايوه ما تعملش زي يا جماعه. بس لا تسوون هالشيء، يمكن هالشيء غلط. انا كنت قبل الامتحان اخذ الماده، طبعا في امتحانات تقويميه، في التقويم اكون الماده اللي امتحنت فيها خلاص بننساها خلاص. هذه انا عارفه، لا حفظتها. طب حلو، هي ما انساها، ده جميل. هي يعني ده بس مجرد مراجعه عليها وتذكير. حلو. بس الاشياء الجديده هي اللي انا اتوهق فيها. طيب بتطلعي لما تيجي تقعدي على المكتب بتاعك؟ اطلع كتاب كامل واقعد 5 ساعات عادي، يوم كامل انا ما اطلع من البيت. ما تطلعيش من البيت. ال5 ساعات بتذاكريهم ازاي؟ وصف لنا كده، كنت بتقعدي ماسكه الكتاب وما بتقوميش، ولا بتقومي وتاخدي بريك؟ لا بصراحه، لاني عندي خوف من الامتحان، اكون متوتره، اخاف ما اخلص قبل الليل وانام وانا مش حافظه شيء، فاقعد صراحه طول اليوم اذاكر فصل فصل. أوكي. اخلص. تمام. اوكي، بس ما اخذ بريك. البريك اللي اخذه لفه في الغرفه وارجع مره ثانيه. طيب خلينا نيجي عند الترتيب المكتب بتاعك. اول حاجه زي ما انت قلتي بتطلعي ماده واحده بس. كوني اطلع كل الكتب ده بيدي امر للعقل، انه شفتي الكمبيوتر بتديله كذا امر ورا بعض فيهنج. هي بالضبط، العقل بيقف تماما عن العمل ويقول خلاص انا مش قادره استوعب ده كله، هطلع الماده بتاعتي بكل ملحقاتها قدامي على المكتب، وهقسم الوقت كالاتي. دي طريقه اسمها بومادورا او البندوره بالاسباني. يعني 25 دقيقه مذاكره و5 دقائق بريك. بريك بعيدا عن كمبيوتر، بعيدا عن تليفون، بعيدا عن اي حاجه فيها تشتيت الذهن. انا عايز اخد لو حد بيعمل رياضه 10 ضغط يشتغلوا حلو. الامهات تقسم الوقت كده لولادها 25 دقيقه و5، وبعدين لما اكمل 4 دورات يعني 25 دقيقه وبعدين 5 راحه لمده 4 مرات ادي نص ساعه بريك. هتقولي لا ما هو اصل البريك تضيع للوقت. العقل عمره ما هيستوعب اول فتره زي اخر فتره، فانا لازم اديله راحه علشان يعرف ياخد يستوعب المعلومات اللي بياخدها. ومهم جدا 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 انه في ال5 دقايق البريك دول فيهم شرب ميه.
لازم. ليه؟ لأنه أنتي مع الوقت ممكن الإنسان ينسى شرب المية. لو في إمكانية إن إحنا نقلل كافيين والحاجات دي نقللها، أركز على شرب المية. طب في مشهد كده بيطلع في كل المسلسلات بتاع الأم داخلة بسندوتشات وكوباية مش عارفة إيه للولد علشان يأكل، غلط. لازم ما ياكل وقت المذاكره بالضبط، ياخد ياكل وقت الراحه، لكن اثناء المذاكره احنا لما بناكل يا ليلى اللي بيجرى لنا نركز في الاكل، بنركز في الاكل والدم فعليا ده طبيا الدم بيروح من الدماغ الى المعده. فانا عيني كل ما اجيب شويه دم في دماغي اروح مدياله حاجه تنزل المعده تاني هيقل التركيز. فاحافظ على شرب الميه، الاكل يكون بمواعيد ثابته، وسناك لطيفه تدي طاقه ما فيهاش سكريات عاليه، لانه السكريات الكتيره بتخلي الانسان هايبر ما بيركز حسب ما من تجربتي انا الشخصيه. فدي حاجه من الحاجات المهمه. امهات كتيره بتبتدي تفرض على الطفل الجدول، يلا انا اللي عملت لك الجدول، غلط. لانه اصلا الانسان انت لو حد اكبرك قال لك يلا تذاكري ده وده وده ما احب، بس ادي للطفل الاختيار علشان يبتدي هو يذاكر. في نظريتين، نظريه بتقول ابتدي بالحاجات اللي بتحبيها علشان او الحاجات السهله وبعدين عشان تحسي بالانجاز وتروحي للصعب، وفي نظريه ثانيه بتقول لك لا خلصي الصعب عشان السهل كده كده انت بتحبي. دي الاثنين صح، انت شخصيه بتحب ايه؟ تخلصي السهل الاول ولا الصعب الاول؟ انت كليلة بتحبي ايه؟ الصعب. الصعب عشان تخلصي وارتاحي. عشان ارتاح بالضبط. فهي دي ترجع لي الطالب نفسه، احنا نخلي الطالب هو اللي يبتدي يختار انا هذاكر ايه. طب افرض في ماده ما بيحبهاش اعمل ايه؟ ابتدي ابتكر في طريقه حفظها. وبعدين في غلطه بنعملها يا ليلى، ان احنا بنقول للطالب الطالب ذاكر احفظ، بس هو احيانا مش عارف يعني ايه اذاكر. يعني الطالب بتاع اول وثانيه لحد خمسه ابتدائي مش فاهم. لا ده انا ابتدي اعلمه انه احنا هنخلص القطعه دي هنحل عليها اسئله، مش مجرد ان انا هقعد اكررها زي البغبغان، هنحل عليها اسئله. لو في فرصه اعمل عليها فلاش كاردز او بطاقات تعليميه اعمل، لو في فرصه نلعب، اذا في فرصه لحاجات زي كده تخلي التعليم متعة، وده أحيانا كتيرة بنفتقده مع ضغط الامتحانات للأسف الشديد. صح، زي اللي يقولوا مثلا المذاكرة الصباحية اللي تثبت بالدماغ، يعني برضو دي مدرستين. انت شخصية ايه يا ليلى؟ انت شخصية ليلية صحيح؟ انت لو انت بتذاكر ايام الامتحانات فوقت الليل هو الوقت بتاع التركيز بتاعك. فاحنا كبشر في مننا نوعيات من الشخصيات. انا كدعاء كمستشارة اسرية بنصح دايما ان المذاكرة تكون عقب الفجر مباشرة. الذهن بيكون واعي وصافي وبيحفظ اكثر. ولكن لو انا نايمه الساعه 3 اصحى الساعه 5 ذاكر غلط. اوكي. المهم انه في كل الضغط ده الطالب ما ينساش ينام. انا واحده من الناس كنت بروح الجامعه مطبقه، عارفه يعني مطبقه يعني اللي هو سهران 24 ساعه او ممكن 48 ساعه. بوصل كنت الجامعه اهو السؤال انا عارفاه والاجابه انا عارفاها، بس ما عنديش طاقه اكتب. فاهمة؟ تعبانة بالضبط. وبعدين خلاص ففعليا اتعلمت، يمكن دي كان أول سنتين في الجامعة اتعلمت لا النوم شيء مقدس. 8 ساعات وثمان ساعات متواصلين، يعني على الأقل منهم 6 متواصلين. غير كده يبقى أنا احنا شفتي الأول قلنا نذاكر بذكاء مش بالكمية مش بالوقت، أذاكر بذكاء. عقلي لما يكون مستوعب هادي يعرف يطلع الإجابة يستذكرها يكتبها بطريقة صح بدون أخطاء بدون تشويش. دي حاجة هتفيد بشكل كبير جدا. مهم كمان جدا إن احنا في طلاب كتيرة بيكون عندهم مشكلة في ورقة الامتحان، دخل عارف المعلومات ولكن يخاف. اللي بيحصل بيخاف. شوفي كلنا تقريبا عندنا اللحظات اللي قبل دخول اللجنة بننسى، تحس ان انت مخك ورقه بيضه ولا تشني مذاكره شيء بالضبط. بس اول ما بتشوف الاسئله بسم الله الرحمن الرحيم بنبتدي نسترجعها. لكن الطالب اللي بيكون خايف من الاهل، خايف من المقارنه، خايف من المشاكل اللي هتحصل، هيكون عليه ضغط اكبر. وهنا دوري كأم، هوني على ابنك الامتحان. احنا شفنا ناس كتيره اوائل في الثانويه واوائل في الجامعه، لكن لما بيجوا المجال الحقيقي ما بتلاقيهمش تقريبا موجودين بكثره. فانا كأم وكأب
أعرف أنه مش الدرجة الواحدة اللي بتحدد مصير ابني، ومش الدرجة الواحدة اللي بتحدد أن ابني متربي أو ابني كويس. بالعكس، الإنسان مجموعة متكاملة، المذاكرة أحد قوامتها أو أحد أعمدتها. فالطالب يدخل الامتحان، أنا بقى قبلها أدربه على الامتحان، خصوصا في المراحل العليا أو المهمة. أبتدي أن أنا أجيب له ورقة أسئلة فيها إزاي يتعامل، يصلحها لنفسه كمدرس. إذا حاجة مش فاهمة، شفت أنت مش مذاكر، أنت مش مركز، أنا قلت لك ما أنتش فالح، غلط تماما. أبتدي أديله رسائل إيجابية، الحاجة اللي مش عارفها نرجع نذاكرها تاني، علشان لما يروح الامتحان يبتدي يعرف أخطاءه كانت فين، أتعامل إزاي. طب افرض نسيت كل حاجة في الامتحان، أنا كطالب أعمل إيه؟ اقفل الورقة 3 دقايق، اعمل تمارين تنفس، اشرب مية، وارجع تاني غمض عينك. وكلنا غالبا بنعمل الحركة دي، أغمض عيني هبتدي صح. أشوف صح. بالضبط، أبتدي أشوف الإجابة، أفتكر، أكتب بمنتهى الهدوء. قاعدة للكل، أهل وطلبة، التوتر يؤدي إلى التهلكة، ما فيهاش بحث. صح. إنزين، في حركة بعد كانت تستوي لي، إن أنا إذا ذاكرت كتاب كان مثلاً امتحانات آخر السنة، لازم من أصحى قبل الامتحان لازم أذاكر كل الأسئلة، أشوفها، لازم أشوفها بعيني. ده صح. إذا ما شفتها بكون ناستنها. ده لازم صح. أشوفها الصبح. دي عملية تذكير، وبس دي بتختلف من شخص للتاني. في شخصيات قبل اللجنة تلاقيها بتعمل أي حاجة عبيطة، بتمشي، بتشرب، لا بتعمل. لا لازم أشوف. في شخصيات قبل اللجنة اللي هما بيشدوا الكتاب منها. أنا من صح. برضو دي شخصيات، لكن كل واحد مع الوقت كطلبة بقى، يعني مع الوقت الطالب هيعرف نفسه. في ناس شاطرة بتعمل أهم النقاط اللي لازم أراجعها الصبح على ورقة وأخليها في إيدي في العربية، في قبل اللجنة في الجامعة. أنا بالضبط، بس أيام المدرسة لا، أيام المدرسة كان الكتاب كله بيعتبر مهم، فهمة. فهي الفكرة، إيه الحاجات اللي أستذكرها؟ وتاني، كل ما دربت نفسي على امتحانات، بس مش تعذيب، لأنه في أمهات بتروح تجيب، يعني أنا فاكرة على أيام الثانوية العامة بتاعتي، كانت الثانوية القديمة، كنت جايبة امتحانات من 1970، انت متخيلة؟ وانا كنت في التسعينات تقريبا او اخر التسعينات. فاللي هو قالوا لنا هو ده لازم تحلوا امتحانات كتيرة. نحل كتير بس بالعقل، بالراحة طبعا. بالضبط، بالعقل وبهدوء، ومش لازم الطالب يفقد كل متع الحياة في مقابل ان هو يجيب درجات عالية. احنا نوازن ما بين الاثنين عشان يحب التعلم، ده اللي بيبقى معاه بقية حياته. صح، ان الواحد حتى الضغط النفسي، تعرفين في طفله انا كنت اعرفها، امها كانت دائما تهددها اذا رسبتي بضربك او بتصير مشكله في البيت. أيوة. فكانت دائما احس عندها، تحسينها كانها مش طبيعيه، تحس دائما لحالها. انا في بدايه حياتي المهنيه اشتغلت مدرسه لغه انجليزيه للحلقه الاولى، اول وثاني وثالث. دي حلقه ما فيهاش امتحانات، دي احنا بنعمل كويزات او اسئله سريعه في الصف عادي، وانا ما بحتاجش من الطالب اصلا هو يذاكر، ده مجهودي انا وببتدي اشتغل عليه. في بعض الطلبه زي ما انت قلتي كده، انا اقول نقفل الكتاب ونطلع الورقه او اوزع الورقه، حقيقي حقيقي في بعضهم للاسف شديد بيكون عندهم حالات تبول لا ارادي من الخوف، فاهمه؟ اللي هو وبتبتدي بقى تعالجي وتشوفي، تلاقي انه في ضغط كبير احيانا ما بيكونش اتجاه الطفله دي، احيانا بيكون في طالب اكبر في البيت ماشي وبيتزعق له وبيتضرب، فالطفله اوريدي ورثه الخوف في المذاكره. فاحنا مش عايزين ولادنا كده، احنا في الاخر بنعلمهم ليه؟ علشان يعرفوا يستخدموا المعلومات دي في حياتهم. لو انا علمتهم ان هم نفتح بقهم ونحط كل المعلومات ويروحوا الامتحان يحطوها كلها مره تانية، ها صعبه. دي صعبه. حتى في حركه تعرفين ان يسوونها، ان مثلا الاخو والاخت نفس المرحله لها او اكثر بمرحله واحده، يقول مثلا هو اشطر عنك، انت فاشله، انت ما ادري شو، فتضطر ان هي تخاف يعني من هذا الشيء. تخاف. طب انت لو مكان الطفله اللي بيتم مقارنتها، هتحبي المذاكره؟ لا. هتحبي المدرسه؟ ابدا. هتحبي اخوك اللي بيقارنوك بيه او اختك اللي بيقارنوك بيها؟ بالضبط. لازم. وفي حاجه كمان، شكرا ليلى انك فكرتيني بيها، كل طالب ليه نمط تعلم مختلف، حتى لو توأم. لو توأم، كل واحد بيتعلم بطريقه مختلفه، حرام وظلم ان انا احطهم الاثنين بنفس المقارنه، لانه في حد فيهم هيتظلم وحد فيهم ممكن يصيبه الغرور، واحنا مش عايزين ده.
دعاء صوت، موضوع جدا شيق والوقت ياتي مرة بسرعة. ودنا ناخذ حلقة كاملة معك ما شاء الله عليك. شكرا على هذه المعلومات اللي قدمتيها للمشاهدين، واكيد ان شاء الله بيستفيدوا منها كل الطلبة سواء اللي في المدارس او في الجامعات. ان شاء الله. شكرا.